وأما أحدهم فهو لم يجلس معي في أول مرة، وإنما جلس مع الشيخ عبد السلام السحيمي والشيخ مسعد الحسيني. فمثل هؤلاء طبعا تكون في أيديهم ما يسمى بالكلبش الحديد لخطورتهم. فدخل عليهم وما سلم، فقام المشايخ ومدوا أيديهم ما سلم، فانحنى الشيخ عبد السلام ليجلس وكان الأقرب إليه. فهذا الرجل لا أدري كيف أخرج إحدى يديه من الكلبشة ورفعها وهوى بها يريد أن يضرب الشيخ عبد السلام. جلس مع المشايخ ثم جلس معي أيضا. إذا أوردنا عليه النصوص من القرآن قال هذا متشابه وأنتم ممن يتبعون المتشابه، وإذا أوردنا عليه الأحاديث قال ما أدري من أين جئتم بها، يمكن صحيحة ويمكن ضعيفة. فقلنا له ننقل لك إذن كلام بعض أهل العلم، ننقل لك كلام الشيخين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهما الله، ولا أظن أن أحدا يختلف فيهما. فقال هذا أخبث من هذا، لعنة الله عليهما، كلاهما كافران أضل الأمة. سبحان الله مع الحوار تغير. فهو الذي قلت لكم أني جلست معه مرة فقال ابن عثيمين عنده أخطاء في العقيدة، يعني هو كان يكفره ثم يقول عنده أخطاء في العقيدة وقد نبهنا عليها. مع الحوار الرجل ترك هذا الفكر تماما وأصبح يقبل رؤوسنا، يعني سبحان الله من رفض السلام. يعني حتى أذكر لكم شيئا، الشيخ مسعد لما أبى أن يسلم عليهم قال له الشيخ مسعد بما يدخل الإنسان الإسلام؟ قال بالشهادتين. فقال الشيخ مسعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سلم علي، يعني الآن دخلت في الإسلام. قال لا، أنت متلبس بناقض من النواقض. لكن سبحان الله لما تبين له اهتدى وأصبح يقبل رؤوس المشايخ بعد أن كان يرفض أن يسلم عليهم، وتبين له الأمر وقال يا شيخ والله كانت مشكلتنا واحدة، أكثر الموقوفين التكفيريين الشباب هو يقول أنا الذي أدخلتهم في التكفير ومشكلتنا في واحدة، دليل الفطرة، ونحن ما نعرف دليل الفطرة أصلا وما حقيقة ما نقول، لكن لما جلسنا معكم وسمعنا وناقشتمونا تبين لنا وعرفنا معنى دليل الفطرة وأنه ليس كاف في الدلالة، وإلا ما كانت هناك حاجة لبعثة الرسل ونحو ذلك. فقد أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن أبي ذر رضوان الله عليه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر أرأيت لو أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تذهب من فراشك إلى المسجد ماذا تصنع؟ تعفف
أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذه الرواية وفي رواية أنه رد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أفعل ما يختار لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تذهب من فراشك إلى المسجد ماذا تصنع؟ تعفف. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت حتى يصير البيت بالعبد ماذا تصنع؟ اصبر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: أرأيت لو أصاب الناس موت ماحق حتى خلت الديار ممن فيها، وحتى يصير البيت بالعبد، وحتى يصير البيت بالعبد لكثرة البيوت، فهذا تفسير وشرح. وأما الآخر: حتى يصير البيت أي القبر بالعبد، لأن الإنسان لا يجد من يحفر قبرا ولا يجد موضعا يحفر فيه قبرا لكثرة الموتى وانشعاب الأمور على أصحابها. اصبر يا أبا ذر، أرأيت لو أصاب الناس قتل فقتل بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت الدماء ماذا تصنع؟ وأما حجارة الزيت فهي حجارة في حرة المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حجارة سوداء لامعة كأنما طليت بالزيت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أصاب الناس ما أصابهم من الفتن فقتل بعضهم بعضا حتى تغرق الدماء حجارة الزيت بحرة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا تصنع؟ فأما أبو ذر فلم يجب في هذه الرواية، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: أرأيت إن لم أترك؟ قال: الحق بمن أنت منهم فكن فيهم. فقال: آخذ سيفي؟ قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خفت شعاع السيف وبريقه ولألاءه فوق رأسك فاجعل طرف ردائك على عينيك حتى يقتلك فيبوء بإثمه وإثمه. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتن التي يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، حتى يكون القاعد فيها خيرا من القائم، ويكون القائم فيها خيرا من الساعي، ويكون الساعي فيها خيرا من الراكب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن كخير ابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا هو خير ابني آدم كما بين الله رب العالمين في القرآن العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فكيف بالذين يحركون الفتن والذين يمحصون المحن حتى يصير الوطن كلا وطن؟ اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وصن ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم انزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر.